حاليا انا في النظر ديالي الان خصنا حتى حنا نشوفوا دائما مابقاش خصنا نبقاو نشوفوا غير نتاهلوا المونديال غير المشاركه نمشيو نحضروا في الدور الاول ونتقصى ونرجعوا في حالتنا لا انا النظر ديالي الان يعني حال الوقت وكان بامكاننا كيف 86 مروا الدور الثاني كان في امكاننا في 94 كان في امكاننا 98 عرفنا الواقع اللي وقعت في 98 2018 شفنا كذلك كيفاش تقسينا من المونديال اذا هنا هذه كل عوامل خص نشوفوها حتى هي باش تعطينا باش تعطي واحد الثقه في النفس واحد لا موتيفاسيون لهذا المونديال ديال قطر 2022 ونشوف بان حنا بامكان حنا ماشي بامكاننا حتى حنا عندنا المؤهلات باش ولما نفوزوا على بلجيكا وعلى كرواسيا اللي بلا لان حنا ماكلش كنشوفوا الا بلجيكا وكرواسيا وكننساو حتى كندا هذا هو الغلط اللي كنديروا اذا ما خصش نساو كندا انا كنشوف بامكاننا نهزموا بلجيكا ونهزموا كرواسيا حتى هي عندنا حكيمي بي جي عندنا مزراوي في البايرن لعب تيتولار عندنا بونو في سيفي راه بونو دا احسن حارس دا الكورتوا بونو نيميرو 1 وكورتوا نيميرو 2 في العالم الى غنهضروا في الدفاع الى غنهضروا في الميليو ولا في لاتاك يعني حنا عندنا لاعبين عندنا نجوم فلهذا خصنا حنا تكون عندنا الثقه تامه في المنتخب ديالنا وعندنا الثقه بان باستطاعتنا نفوزوا حتى حنا على هاد المنتخبات لان هما غيضربوا لنا الف حساب كيف قلت لك عندنا لاعبين في المستوى دابا عندنا كاين مدرب ناخب اللي هو جديد اللي هو الركراكي اللي عوض خليل وزيش بطبيعه حتى واحد الفلسفه ديالو عنده النظري ديالو النقطه المهمه هو الركراكي مغربي ومتبع ولاعب سابق ديال المنتخب ومتبع البطوله الوطنيه متبع المنتخب عارف اللاعبين اذا هذه يعني سهلت عليه بعض الشيء الماموريه باش واخا كنقولوا ما كانش عنده الوقت الكافي الوقت الكافي خصوصا كنتكلموا على المباريات الحبيه ولكن كنظن بان ما يكونش هناك واحد التغيير كبير من ناحيه الخطه من ناحيه يعني كيف غيكون كيف غيكون اللاعب كيف غتكون التمركز ديالو دفاعيا ما يكونش يتغير بالعكس دفاعيا حكيمي مزراوي سايس كنظن يعني هنا غيبقى شكون اللي غادي يكون مع سايس شفنا داريك هو اللي لعب هذوك المباريات الحبيتين اللي داز لاسبانيا يمكن يكون في الميليو تيران بان بان كاين المرابط انا كنظن بان هذه المجموعه هذه اللي قادره باش تمشي بعيد في المونديال ديال قطر خصنا نشوفوا مباراه نشوفوا المباراه ديال كرواسيا كيف قلت لك تكون عندنا الثقه التامه في نفوسنا يعني بعد المنتخبات اللي هذوك المنتخبات حتى هما ضاربين لنا الف حساب حتى هما متخوفين منا وكيف قلت لك حان الوقت الان حنا دابا ما بقاوش نتكلموا غير على بعض المنتخبات اللي دائما هي اللي خصها تكون حتى بما اننا كنتكلموا على المنتخب ديالنا كنشوف بان يمكن الانتصار على كرواسيا ولا على بلجيكا ولا على كندا اذا قلت لك انا بغيت ندخل في هذه الحسابات لا خصنا ننتصروا مع كرواسيا ونتعادلوا مع بلجيكا ونربحوا كندا ولا لا فكروا مباراه وان شاء الله نتاهلوا للدور المبعث كيف قلت لك كفانا دائما خصنا نتاهلوا هذه المشاركه ونرجعوا في حالتنا لا خصنا حتى حنا ندخل الذهن ديالنا ندخل ماشي غير الذهن ديالنا غير اللاعبين ولا الستاف ولا المسؤولين الجميع حنا المغاربه كاملين كيبقى الذهن ديالنا خصنا حنا بامكان حتى حنا نمروا لان حتى حنا عندنا لاعبين كيلعبوا في المستوى الكبير لعب في المستوى الكبير هما في اوروبا نتكلم حتى على لاعبين اللي كيلعبونا في المغرب كاين بعض العناصر حتى هي اللي كتلعب هنايا راه فازوا ولينا رقم واحد في افريقيا كنفوزوا بالتشامبيونز ليغ كنفوزوا بلا كوب دو لا كاف كنديو السوبر كوب اذا هاد حتى اللاعبين المحليين حتى البطوله ديالنا حنا افريقيا حنا رقم واحد اذا هاد المعطيات كلها زياده كيف قلت لك اللاعبين ديال اوروبا اللي كيلعبوا في اكبر الانديه في العالم ومازال كاين لاعبين شبان اخرين اللي جايين في الطريق ها اللي في ريال مدريد ها اللي موجود في ايطاليا اللي موجود في المانيا اللي موجود في انجلترا اذا يعني واحد الخزان اللي عندنا تا هو جاي اذا وبالتالي عندنا فريق اللي هو شاب فلهذا كنشوف بان خصنا
من الاول مروا للدور الثاني ومشيو مشي عاد للدور الثاني مشيو حتى شكون اللي عرف التومون ولا لان الكره القدم تبدلات العقليه تبدلات بزاف ديال الامور اللي تحسنات كنظن تختو دابا الجامعه يعني مفرق بجميع المؤهلات ولاحظنا يعني ماشي عارف الفريق الاول يعني في جميع الفئات حتى الكره النسويه في الفوتسال الكره الشاطئيه اذا الظروف كلها ملائمه اذا الان خصنا نمشيو ونولي خصنا نفكروا نمشيو بعيد في المونديال وخصنا نفكروا بواحد العقليه بان خصنا حنا نوليو نهزموا هذوك المنتخبات القويه